ربما فيها شلل بيعيشها سوريا. نحن نعتقد أن هناك خطيئة كبرى وقعت فيها مجموعة الدول العربية وبعض الدول العالمية الغربية المهتمة بالشعب السوري، حيث حاولت هذه الدول أن تنشب أسمته ممثل للشعب السوري، وضعت أحد المجموعات السياسية المعينة وحاولت أن تعتبرها هي البديل للشعب السوري، وهذا مما أعاق موضوع توحيد الأخوة الحقيقية على الأرض من خلال مقولة المثل الشرعي والوحيد، وبالتالي قبول هذا الطرف في الجامعة العربية بينما هو لا يمثل وسيلة تغيير من المعارضة. هذا عطى نوع من أنواع الوهم لدى ذاك الطرف ونوع من أنواع هذه، فبالتالي ذاك الطرف بدأ يعتبر نفسه هو الممثل الوحيد ولا يريد نتعاون مع الآخرين. نحن في أي التنسيق أي بمعارضة الداخل لدينا ممدودة من أجل أن يكون هناك وفدا مشتركا من أجل أن يكون في لنا موقف موحد من موضوع المفاوضات مع النظام، ولكن يجب أن تكون الوحدة على قاعدة الإيمان بأن لا مجال للحلول السياسية إلا الحلول السياسية، وأن يجب أن يقتنع الجميع بأن العمل العسكري هو عمل يعني مؤذي لجميع الأطراف وغير قادر على الحسم في ظل الظروف الراهنة. نعم، هل تؤيد وجهة النظر التي تتحدث عن أن سوريا هي لب الصراع الآن في المنطقة وفي هذه الفترة بيعاد صياغة التحالفات الموجودة، ربما بيكون هناك إنهاء لحزب الله في مقابل إنشاء تحالفات أخرى جهادية وتحالفات سلفية وتكون لها مصالح مع الغرب؟ نحن نعتقد أن هناك محاولات لإعادة رسم خريطة جديدة للمنطقة، ولكن هذه المحاولات محكومة في جزء كبير منها بالفشل، لأنه التغيير الجدي في موازين القوى حتى الآن لم غير محصول. القوى المتطرفة الجهادية المتطرفة تعاني عقدة باعتبار أن الشارع الرئيسي ليس معها من طرف، وباعتبار أنها تقود إلى صراع دموي وصراع طائفي في سوريا. كذلك تستمر بعض الأطراف الإقليمية الصراعات الطائفية. أي خريطة مرسومة هي خريطة مأساوية، هي خريطة صراع حدي ودموي على أساس طائفي، وهذه هي الإشكالية الحقيقية. نحن نريد لا أن نعيد الخريطة، نريد أن نعيد تنظيم الحياة السياسية في سوريا على قاعدة الديمقراطية، وبالتالي على قاعدة إنهاء كل العمل المسلح وكل التطرف، سواء كان باسم تيار ديني معين أو طائفة معينة أو أي طائفة أخرى. شكرا جزيلا أستاذ رجاء الناصر، أمين سر هيئة التنسيق السورية، كنت معنا من لبنان. دكتور نبيل، إذا إطالة أمد الصراع في سوريا هل هو متعمد لإعادة بناء التحالفات الموجودة في المنطقة لصالح الغرب؟ نتحدث عن تحالفات جهادية وسلفية موالية للغرب وبتخدم هذه الأهداف، وبدأ ربما يتضح البعض منها في مقابل أحزاب موجودة أو تحالفات موجودة مثل حزب الله والتحالف التقليدي سوريا إيران حزب الله. الخليج، دول الخليج كانت بتهدف في الأساس من الصراع في سوريا إلى قصقصة أجنحة إيران والقضاء على النفوذ الإيراني في المنطقة. ده هدف دول الخليج من أمد هذا. إلى أي مدى استطاعت أو نجحت في تنفيذ ذلك أو العكس صحيح؟ لأن يعني دائما كانت إيران معزولة، الآن الموقف الدولي مختلف تماما، بنجد أن هناك إصرار على مشاركة إيران اللي بتعتبر حجر العصر الآن أمام انعقاد مؤتمر جنيف. دول الخليج تخشى التطور النووي أو تخشى إيران النووية بمعنى أدق، وفي نفس الوقت هي تخشى أن الغرب أو إسرائيل تقوم بضربة وقائية لتدمير المنشآت النووية الإيرانية على الأرض. دول الخليج ستكون أول المتضررين من هذا، لأنه إيران في الحالة دي لن تطول الولايات المتحدة، ولكن ستقوم بضرب قواعد الولايات المتحدة في دول الخليج، وبالتالي دول الخليج ستتضرر. إحنا دلوقتي في إيران، الولايات المتحدة آسف، بتحاول دلوقتي تبادل الأوراق مع الإيرانيين. أنا أسيب سوريا في مقابل الملف النووي. نعم. الإيرانيين يبدو أدوا موافقة مبدئية وراحوا عشان يتكلموا، الإيرانيين تملصوا
وروحاني أعلن آخر كلام لي أنه إيران لن تتخلى عن برنامجها النووي، وخاصة فيما يتعلق بتخصيب الإيراني. فحاليا في رغم من إبداء تعاون مع الوكالة الدولية، ممكن يحدث نوع من التعاون من مع الوكالة الدولية، ممكن تكون عملية التخصيب مرهونة برقابة دولية صارمة، ممكن تتحط كاميرات زي ما حصلت في كوريا الشمالية، لكن القضايا دي كلها لا أتصور إن هي حتى هيكون نتيجتها يعني إيجابية أو حتمنع إيران في المستقبل القريب من إن هي تزيد نسبة 20% من حكاية من مسألة التخصيب لليورانيوم. وعلى الرغم من ذلك دكتور نبيل، بنجد أن هناك إصرار دولي على مشاركة إيران في هذا المؤتمر، يعني ربما يعني لا تبدي تعاون فيما يتعلق بملفها النووي، ولكن أيضا هناك إصرار دولي على مشاركتها. هل هنا يعني الولايات المتحدة تريد أن تضع عصرة في طريق هذه المفاوضات؟ لا على الإطلاق، لأنه إيران بتلعب دور كبير جدا في سوريا. رادينا إيران الدعم الأساسي لحزب الله اللي بيقاتل إلى جانب القوات السورية، الجيش السوري. إيران بعض قوات من إيران بتقاتل إلى جانب الجيش السوري، وبالتالي إيران قوة فاعلة على الأرض في سوريا، سواء من خلال حزب الله أو من خلال إيران كحرس ثوري. ولكن هذه الحرب الدائرة الآن، ألا تضعف حزب الله؟ ألا تضعف الجانب الإيراني؟ ألا تضعف نظام بشار الأسد؟ هذه الحرب الدائرة ما بين نظام الأسد ومن يتحالف معه، سواء إيران أو حزب الله، في مقابل المعارضة ومن يتحالف معها من دول أخرى؟ الصراع خطوط التماس في سوريا حاليا، الحاجة الواضحة جدا منها انها صراع سني شيعي. الشيعة في سوريا كنظام سوري ممثلين في العلويين، حزب الله، ايران. ده هدف الولايات المتحدة، تحويل الصراع في المنطقة من صراع عربي اسرائيلي الى صراع سني شيعي طائفي. وهو يعني انا في تقديري الشخصي هم نجحوا في هذا إلى حد كبير، لأن الصراع في سوريا حاليا بصرف النظر عن نوعيات المعارضة اللي موجودة، لكن واقع الأمر أن الصراع تحول بالفعل، وخطوط تماسه هي بين الشيعة وبين السنة. طيب، بمناسبة الحديث عن الصراع الطائفي والعرقي، ألا تخشى تركيا من ربما السيناريو اللي قد يكون متوقع إذا سقط نظام بشار الأسد؟ هناك رغبة انفصالية لدى الأكراد سواء في العراق أو في سوريا أو في تركيا، ألا تخشى تركيا من هذا السيناريو؟ تركيا تخشى من هذا، وتركيا تقاتل حتى لا يحدث هذا. الأكراد يرغبون في إقامة دولة لهم، سواء في شمال العراق، سواء في جنوب شرق تركيا، في شمال شرق سوريا، وهكذا. لكن المجتمع الدولي يرفض قيام دولة تركية كردية سواء في العراق أو في سوريا، لسبب بسيط جدا، لأن هذا سيؤثر بالتأكيد على الأكراد في جنوب شرق تركيا، ويجعلهم يعطيهم نوع من الإلهام أو نوع من الاستقطاب لهذه الدولة الكردية الجديدة. وتركيا لا تنسي دولة في حلف الناتو، والنيتو لا يريد أن تقوم حركة انفصالية في دولة عضو في حلف الناتو. ولكن في المقابل هناك العراق اللي كانت بتتحدث الولايات المتحدة عن فيدرالية فيها، هناك حديث عن سوريا، هناك حديث عن دول عربية سيتم تفكيكها، وهو الهدف الغربي إذا ما حدث يعني النقطة الأولى وهي انفصال الأكراد. فيدرالية لا تعني انفصال. نعم. روسيا دولة فيدرالية، الولايات المتحدة دولة فيدرالية، ده سويسرا اللي قد كده دولة فيدرالية. الفيدرالية ما هي مشكلة. لكن هم الأكراد حاليا في العراق يتمتعون بحكم ذاتي واسع، حتى أنهم الفيدرالية يستخرجون النفط ويوقعون الاتفاقيات ويصدرون النفط أيضا. هذا ليس لا ضرر، ما ليس في مشكلة، ما طالما أنه يدفع الضرائب للدولة المركزية. في تركيا الوضع يعني يختلف عن هذا، هم يريدون إقامة الدولة والأتراك
بعنجهيتهم القديمة يعني لا يريدون أن يوافقوا على هذا. وتركيا دولة في حلف الناتو، لو قامت فيها حركة انفصالية ممكن ده يكلفها عضويتها في حلف الناتو، لأن حلف الناتو لا يقبل أي دول فيها قلاقل أو حركات انفصالية حتى لا يورطوا هذا الأمر في حروب سواء داخلية أو مع أي عدو خارجي. البعض يتحدث عن أن الولايات المتحدة تسعى لإطالة أمد هذا الصراع من ناحية للقضاء على السلاح الكيماوي السوري تكون انتهت منه في هذه الفترة، وأيضا تكون أنهكت الجيش السوري من خلال هذه الحرب الدائرة مع المعارضة، وفي حال توجيه ضربة عسكرية للنظام السوري سيكون بالفعل هو في حكم المنتهي. في مشكلة الولايات المتحدة، يعني زي ما قلت قبل كده اللي يعنيها في المنطقة عندنا هو أمن إسرائيل. الولايات المتحدة ضربت أكثر من عصفور بحجر، قضت على الجيش السوري، دخلته في حرب شوارع، خليته يسلم سلاحه الكيميائي في طريقهم لأن يسلم الجيش السوري صواريخ المتوسطة المدى التي من الممكن أن تصل إلى إسرائيل. قضت على حزب الله، لأن حزب الله تورط حاليا في حرب داخل سوريا، قضت عليه. وقد يحدث، وفي حالة القضاء على النظام السوري هيعتبر حزب الله انتهى تماما، لأن رأس الجسر لدعم حزب الله كان سوريا والنظام بشار الأسد. فالولايات المتحدة بالتالي أمنت إسرائيل تماما في طريقها برضو لزيادة التأمين، حد بتحاول تحل الملف النووي الإيراني بطريقة تمنع إيران من إنتاج أي سلاح نووي في المستقبل. هو ربما أيضا الموقف الروسي عليه كثير من علامات الاستفهام، لأن روسيا كانت دائما يعني مقربة جدا من هذا التحالف سوريا إيران حزب الله، والآن بنجد أن روسيا والولايات المتحدة متقربين جدا فيما يتعلق بانعقاد المؤتمر ودعوة إيران له. الموقف الروسي هل حضرتك شايف أنه بيحمل أيضا تناقضات، وما الهدف من هذا الموقف؟ يعني مش شايف تناقضات في الموقف الروسي. الموقف الروسي، روسيا أعلنت منذ البداية أن حل هذا النزاع لن يكون عسكريا، وده فعلا في الواقع كده. والأخ رجاء الناصر اللي يتكلم قال برضو ما فيش حل عسكري، لأنه من الصعب جدا حسم عسكري لصالح أي من القوى حتى الآن، ولكن هناك تلويح، وكانت هناك خطوات جادة من قبل الكونغرس الأمريكي.